قول. قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سدير، وما عليك أن تزور قبر الحسين عليه السلام في كل جمعة 5 مرات وفي كل يوم مرة. الإمام الصادق يطلب من سدير أن يزور الإمام الحسين في الجمعة، في يوم الجمعة يزور 5 مرات للإمام الحسين، وفي كل يوم يزور مرة. ماذا قال سدير للإمام الصادق؟ يقول: قلت جعلت فداك، إن بيننا وبينه فراسخ كثيرة. فراسخ كثيرة، قلنا الفرسخ في حلقة سابقة، قلنا الفرسخ فيما يقارب 5 كيلومترات، أقل من 5 كيلومترات بقليل، يعني بحدود 5 كيلومترات أو أقل بقليل. فيقول له: بيننا وبين الحسين فراسخ كثيرة. فقال الإمام الصادق: تصعد فوق سطحك، كما في الرواية السابقة، تصعد فوق سطحك. شو تسوي أنت؟ لابد أنه إذا تريد تزور الحسين عليه السلام 5 مرات يوم الجمعة وفي كل يوم تزوره مرة واحدة، ما هي الطريقة يا ابن رسول الله؟ الإمام الصادق يوضح ويبين لسدير ماذا يفعل. يقول له: تصعد فوق سطحك، يعني فوق سطح الدار، ثم تلتفت يمنة ويسرة، تلتفت يمنة ويسرة. هذا الالتفات يمنة ويسرة إلى إشارة، إلى معنى، إلى معنى، لعله إشارة للتقية، وأهل البيت يقولون أنه من الذي يراقب، لعله هذا فيه إشارة إلى التقية، ولعله إشارة إلى أني أبحث عن قبر الحسين دائما عليه السلام. ثم ترفع رأسك إلى السماء، بعد أن تلتفت يمنى ويسرى ترفع رأسك إلى السماء، أنت بعيد عن قبر الإمام الحسين، وصاعد فوق سطح الدار، ثم تتحول نحو قبر الحسين عليه السلام. يعني الاتجاه توين موجود مثلا في أي مكان، تتجه إلى كربلاء، إلى قبر الإمام الحسين، ثم تقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. هكذا تقول، وبذلك أنت أتممت زيارة الإمام الحسين. مسألة جدا بسيطة، يعني أنه أنت تصعد على فوق سطح دارك وتنظر يمنى ويسرى، ثم ترفع رأسك إلى السماء وأنت متجه إلى كربلاء، وتقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. القضية ما تأخذ من عندك نصف دقيقة، لذلك تكون قد زرت الإمام الحسين عليه السلام. وكتبت، تقول هنا الرواية عن الإمام الصادق، يقول تكتب لك زيارة، وهذه الزيارة تعادل حجة وعمرة، زيارة تعادل حجة وعمرة، هي بنصف دقيقة تأخذ من عندك، جدا بسيطة وسهلة. شوفوا أهل البيت كم هم كرماء. طريقي وصل للعطاس، أزحف وكمل طريقي.